حبس المعانيون أنفسهم نهار السبت حين هدد 5 شبان في هذه المدينة الجنوبية بالانتحار قفزا من فوق برج اتصالات احتجاجا على شح الوظائف. مراسل رؤيا أفاد بأن الأجهزة الأمنية بذلت سلسلة محاولات منذ الصباح لثني الشبان عن القفز، وعلمت رؤيا أن اجتماعا ضم عددا من وجهاء المنطقة في دار المحافظة للوقوف على المشكلة وإنهائها. وفي حوالي الساعة 6 مساء أفاد مراسل رؤيا بأن الشبان عدلوا عن الانتحار بعد أن تلقوا وعدا من محافظ معان بإيجاد حل لهم بعد لقائهم غدا صباحا على حد قولهم. ويأتي هذا المشهد بعد أيام على جولة رئيس الوزراء بشر الخصاونة في معان وإعلانه حزمة مشاريع تنموية في المحافظة التي يقطنها 220,000 نسمة، وتعهد أيضا بتأمين 400 فرصة عمل لأهالي منطقة الشيدية التابعة للمحافظة. الشباب قاعدين عن العمل، وأقل بيت في معان في عنده 32 قاعدين عن العمل، لا شغلة ولا عمل، وكله صار عبء على الناس وعلى المواطن. وانت شايف الأوضاع كيف شكلها، الأسعار كل يوم بتزيد، الأمور كل مالها، الكهرباء رفعوها، الديزل رفعوه، الكاز عبق الشتوية رفعوه، ما في ناس يعني منين بدهم يصرفوا هذول الشباب؟ لو بحاجة ما بطلع يا عم زيك، وبعدين يا عمي بيتنا 100 عند عينين، واحد قاعد في البيت والله واحد في السجن. الثاني اللي على البرج هذا 4 مرات أنا قدمت له للأمن وللدفاع المدني، ومعاه ناس راح قدموا وتعينوا. يعني احنا عارفين شو بده يسوي. يعني هذا ابراهيم عليه صندوق مرأة، بكره بيعمموا عليه بيقدموا فيه، 6 أشهر ما دفع. حل ما في، بدنا مندوب عن المحافظه ينزل هنا يتفاوض مع الناس والامور طيبه. شباب استنوا في الدركه، روحوا بدهم ينزلوا. وللحديث اكثر عن تداعيات هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف الخبير الاجتماعي الدكتور حسين الخزاعي. بدايه دكتور اهلا بك. اهلا وسهلا فيكم، يا مرحبا. دكتور، يعني هل من الممكن أن تدفع البطالة، أو هل من المنطق أن تدفع البطالة شبانا إلى الانتحار؟ شكرا كثير لكم وبارك الله فيكم. طبعا البطالة بتعمل أكثر من هيك، البطالة بتعمل 40 مرض اجتماعي واقتصادي وصحي للإنسان، وخاصة إذا طالت مدة البطالة، إذا زادت مدة الإنسان العاطل عن العمل بدون عمل، بدون استثمار طاقاته ومهاراته وخبراته وعلمه وكفاءته، فهون بصير يعني يتحول إلى إنسان يائس. والآن من يقوم بمثل هذه الأعمال هم يعني هم فئة العاطلين عن العمل اليائسين، يعني الذين فقدوا الأمل في إيجاد أي فرصة عمل اللي هي تساعدهم ومن خلالها يستطيعوا على الأقل يعني تأمين احتياجاتهم، مساعدة أهلهم، الاعتماد على أنفسهم، البعد عن الإحباط، عن الاكتئاب، عن القلق، عن التوتر، عن فقدان الثقة والحرمان من قضايا كثيرة جدا. البطالة تعمل أكثر من هيك، وهي ليست أول مرة بالمناسبة اللي بمعان، يعني نعم هذه ليست أول مرة يقوم بها بعض الشباب في كل المحافظات. في الأردن شهدت مثل هذه الحالات من 2016 ولغاية الآن. واليوم أنا لما بتحدث عن موضوع انتحار جماعي، يعني مش واحد، يعني معناها أكثر من واحد، الآن 5، معناها هذول 5 بيعيشوا في ظروف مشابهة إلى بعضها البعض، وخاصة لما بتكون في منطقة زي مثلا زي في المناطق اللي زي معان مثلا، اللي قبلها كانت في عجلون، بعدها قبلها في جرج، قبلها في الزرقاء، قبلها على جسر عبدون، محاولات انتحار جماعية. فهون يعني فقدان القدرة على المعيشة وعلى والحرمان من قضايا كثيرة جدا، وخاصة الحرمان من كل الخطط اللي كان الإنسان يخططها للمستقبل، الآن هو قاعد بيفقدها. وأنا لما باجي بتكلم عن قضية، وهون أنا بتمنى يعني الحمد لله طبعا إنهم الوجهاء تدخلوا والأجهزة المعنية كلها تدخلت وأثنت هؤلاء الشباب يعني عن التفكير على الأقل وفي محاولة الانتحار، ولكن
خليني أنا بس بدي أحكي من أرقام الدولة، من أرقام الحكومة، من أرقام دائرة الإحصاءات العامة. اسمعوني يا أصحاب القرار كلكم اللي الآن قاعدين، كل واحد صاحب قرار الآن إذا كان في مكتبه ولا في بيته يسمعني. الآن الذين هون صار لهم 24 شهر فأكثر بلا شغل، يعني صار لهم سنتين بلا نعم. شغل في الأردن بشكله 18% من العاطلين عن العمل. نعم. اللي صار لهم سنة فأكثر 29%، يعني أنا عندي تقريبا 40% من الشباب العاطلين عن العمل هذولا ما اشتغلوا نهائيا. ومدة اليأس أنا عندي 6 شهور، الإنسان يعني يصبح يائس بإيجاد فرصة عمل بعد 6 شهور. فإذا الآن البطالة عندي في الأردن وفي ظل وجود 455 ألف طلب في ديوان الخدمة المدنية، فأنا الآن بحذر وتحذير شديد إلى أنه الشباب وصلوا إلى مرحلة اليأس في الأردن في عملية إيجاد فرصة عمل واندماجهم ودمجهم في التنمية وفي العمل وفي الاعتماد على أنفسهم وفي إثبات ذاتهم وفي التخطيط لمستقبلهم بشكل جيد والزواج وحرمانهم من قضايا كثيرة جدا. فعلينا أن نسخر كل إمكانياتنا الآن لخدمة هؤلاء الناس العاطلين عن العمل والمسجلين والمعروفين في كل محافظة، وتقديم الخدمات لهم ونعمل لهم صندوق تأمين ضد البطالة، وهذا الصندوق يكون سريع جدا، يعني التفكير فيه ما يطول. نعم، نشكرك جزيل الشكر الخبير الاجتماعي الدكتور حسين الخزاعي، كنت ضيفنا عبر الهاتف. ننتقل الآن إلى هذا الخبر. قالت مصادر حكومية لرؤية إن مجلس الوزراء يبحث خلال الأسبوعين المقبلين بشكل موسع إمكانية اتخاذ قرار باعتماد التوقيت الصيفي طيلة العام وتعديل توقيت دوام طلبة المدارس. هذا وتجري الحكومة حسب المصدر مشاورات مع اقتصاديين وتربويين للاطلاع على جميع الجوانب المرتبطة بقرار التوقيت. إلى هذا الخبر. تتزايد عمالة الأطفال في ظل اتساع رقعة الفقر وتراجع دخل الأسر. مديرية عمل محافظة المفرق ضبطت 30 طفلا تشغلهم عائلاتهم في القطاع الزراعي في مخالفة لأحكام القانون، وسط تأكيدات على ارتفاع نسبة عمالة الأطفال في القطاع الزراعي هذا العام بنسبة 50%. بصعوبة يواجه هؤلاء الفتية الحياة، فالواقع الاقتصادي والاجتماعي فرض عليهم العمل لتتبخر أحلام طفولتهم وحقوقهم في التعلم واللعب. محتاج فلوس ودعيش أهلي، ما عندهم مصروف، واضطريت أني أشتري المدرسة واشتغل أطعم أهلي من عرق جبيني. كم واحد في البيت؟ احنا 3، أخوي عمره 12 سنة زاد، اضطرينا أنه يترك المدرسة وخلينا يشتغل، وأخوي عمره 18 سنة 17 سنة واني عمري 15 سنة، واضطرينا أنه نشتغل، وحالتنا شوي صعبة، هنا الشغل خف وما ظل الشغل، وبس نخلص الشغل ما يظل عندنا مصروف للبيت. تركت المدرسة عشان أنا كنت أدرس، بس مثل هيك هسه نروح المدرسة داوم، بس يعني مو عشان أنهم هم يزيدون ساعات مشان هيك أظل، ما تركت المدرسة عبين ما خلص الموسم، بس يخلص الموسم وأشتغل أعاود على المدرسة، يا أعاود يا ما أعاود حتى أشتغل، لأن هسه موسم وبدي أشتغل عشان أجي لهم مصروفنا جاي كمان شتوية، وما معنا مصاري وما معنا معين. ما في غير أن أكبر واحد بالعيلة. خفت المساعدات على الناس ونجبرهم أنه يشغلون عيالهم مشان الظروف المعيشية. تشير تقديرات غير رسمية إلى أن نسبة العاملين في الزراعة بمحافظة المفرق تتجاوز 80%، أغلبهم تحت سن 18. ظروفهم المالية وظروفهم الاجتماعية طلبت أنه يعني يضطروا العائلات أنه يشغلوهم عندهم داخل المزارع، ومش بالمزارع بس، بالإحدادة وبنجارة وبكل المجالات اللي ممكن يشتغلوا فيها أو يستخدموا أولادهم وأطفالهم فيها، بس بالشكل بالعموم بالمزارع، لأنهم يشتغلوا ضمن عائلات داخل المزارع وليس بصفة فردية. تحت وطأة اللجوء السوري واتساع جيوب الفقر في البادية الشمالية، تضاعفت عمالة الأطفال بنسبة 50% عن العام الماضي،
بحسب جمعيات ومنظمات تكافح عمل الأطفال. بنحاول أنه نقدم كمان خدمات الدعم النفسي الاجتماعي، بمعنى أنه هدول الأطفال اللي عم بيشتغلوا بالقطاع الزراعي بتعرضوا لمخاطر كبيرة جدا، فالطفل بعد هاي المخاطر بتعرض لها أكيد رح يدخل بصدمة نفسية واجتماعية. أخصائيين اللي موجودين في مواقع المشروع بقدموا هاي الخدمة، بحاولوا أنه يخففوا ويحدوا من القلق والتوتر والإصابات النفسية اللي تعرض لها الطفل. حسب قانون العمل تشغيل الأحداث أو الأطفال لازم يكون بموجب أحكام القانون في مهن معينة وفي أعمار معينة، فإحنا أي حدث يكون عمره أقل من الحد القانوني أو ضمن مهن غير مسموح العمل فيها بتكون هي أهداف لتفتيش مفتشين العمل في مديرية عمل المفرق. والسنة هاي إحنا نفذنا حملتين لعمل الأطفال، نفذنا الحملة الأولى على أطفال العاملين في أماكن بيع الشاي والقهوة الموجودين على الطرق، والحملة الثانية كانت على العاملين في قطاع الزراعة من جميع الجنسيات. رغم جهود منظمات غير حكومية ومديرية العمل، تبقى رغبة الأهل في دفع أبنائهم للعمل وإسهامهم بسد رمق الأسرة أمرا يحتاج علاجا جذريا لمشكلة مركبة يتداخل فيها الفقر والبطالة وتنظيم سوق العمل وثقافة مجتمعية. قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن محكمة الشرطة التي تنبثق عن مديرية الأمن العام فتحت تحقيقا في شكوى امرأة أجنبية حول تعرضها لاعتداء جنسي من أحد مرتبات الأمن العام في العاصمة. الناطق الرسمي أكد أن المديرية باشرت التحقيق بالشكوى منذ لحظة وصولها وضبطت أطرافها، كما اتخذت الإجراءات القانونية والقضائية كافة بحقهم. أعلن مجلس التعليم العالي بدء العام الجامعي يوم غد في الجامعات الرسمية الأردنية. المجلس قال اليوم إن بدء تدريس الطلبة في الفصل الدراسي الأول لطلبة الجامعات الرسمية سيكون في 9 من تشرين الأول، وأضاف أنه تم تحديد تاريخ بدء التدريس في مؤسسات التعليم العالي العام الجامعي 2022-2023 لتوحيد التقويم الجامعي في مؤسسات التعليم العالي الأردنية للعام الجامعي المقبل، وسيبدأ العام الجامعي في الجامعات الخاصة في 9 من تشرين الأول، ويبدأ تدريس الطلبة في الفصل الأول للعام الجامعي 2022-2023 في 16 من الشهر الحالي. كما أعلنت وزارة التعليم العالي أن قائمة القبول لمسيئي الاختيار والتنقلات بين الجامعات والتخصصات سيتم الإعلان عنها يوم الخميس المقبل. هذا وقررت جامعة اليرموك طرح مساق جديد باسم الأخلاقيات والعمل التطوعي بدءا من الفصل الدراسي الأول المرتقب من العام الجامعي 2022-2023 لجميع طلبة الجامعة في مرحلة البكالوريوس، ويشار إلى أن هذا المساق إجباري ومجاني ويعادل 0 ساعة معتمدة، وسيتم تدريسه تطوعا من قبل العاملين في الجامعة وشخصيات وطنية ومؤثرة ومتخصصين. جوافة حمراء تجذب المرة نحوها برائحتها الفواحة في لواء ناعور، تميز بإنتاجها المزارع سليمان العفيشات ليقدم إلى السوق المحلية صنفا فريدا من نوعه. سليمان مخلد سلامة العفيشات، سكان منطقة نعور. اللي يمرق من منطقة نعور ما يعرف أنه في وراء منطقة نعور أراضي خصبة تمتاز بكثير من زراعات، ومن ضمن هذه الزراعات اللي هي زراعة الجوافة الحمراء والجوافة الصفراء. وبلشنا احنا بزراعة الجوافة تقريبا من سنة 1990، ونجحت معنا والحمد لله. نجي بشهر 2 لما يخف البرد والصقيع نزرعها بالأرض ونبلش ربي بها زي ما تربي ابنك. أول سنة، ثاني سنة، تقريبا الثالثة تبلش تطرح، والحمد لله نقنب نرش نسقي، وهي تقريبا تحتاج إلى الماء بأسبوع سقوتين،
والشتاء تقريبا بأسبوع مرة نسقيها. تفاجأت إنه السنة هاي كان الطلب على الجوافة الحمراء كثير، إيش يعني ملفت للانتباه. فلما سألنا شو السبب، يقول لك السبب إنه الجوافة الحمراء بيها عناصر كثير أحلى من الجوافة الصفراء. يعني أنا أحاول إني أشيل الشجرة الأبيض، شجرة الجوافة الأبيض، وأزرع حمرة لما تحتويه من عناصر عدة. من هاي العناصر فيتامين A ألف، فيتامين B2 تمتاز يا سيدي العزيز، يعني دراسات أجرتها أكثر من موقع أنه تقي من سرطان البروستات وسرطان الثدي. والحمد لله هذا الشغلة تعلمناها من جدودنا وأبائنا، شغلة الحمد لله تميزنا بها هالمنطقة. وبناء على الحكي هذا أنا علمت أولادي، يعني خلافا للدراسة الحمد لله بنائي متوفقين بالمدرسة عشان يمشوا على الخطة اللي مشينا عليها.